الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل. لن نخذلكم أبدا، وسنضمن بأنكم ستحصلون على المساعدة لمواطن إسرائيل للدفاع عن أنفسهم. أنتم تعرفون بأن العالم قد رأى الآلاف من الصواريخ خلال ساعات تنهمر على المدن الإسرائيلية، والتي بدأت في هذا الصباح على 7:30. ومن المنظمة الإرهابية لم تقتل فقط جنود إسرائيليين، ولكن أيضا مدنيين إسرائيليين في الشوارع في بيوتهم. ناس أبرياء قتلوا وذبحوا وأصيبوا، ورهائن أخذوا من حماس أياما فقط، والتي تمثل الآن وبعد أيام قليلة فقط من الاحتفال بالعيد اليهودي. لقد تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو وقلت له إن الولايات المتحدة تقف مع شعب إسرائيل في وجه هذا الهجوم الإرهابي. إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وعن شعبها، وانتهى. لم يكن هناك أي تبرير للهجمات الإرهابية، وإدارتي تدعم إسرائيل وأمنها، وكل هذا لا يتغير وراسخ. دعوني فقط أوضح هنا بكل وضوح، إنها ليست لحظة لأي دولة معادية لإسرائيل أن تستغل هذه الهجمات لمصلحتها. العالم يراقب، وكما أنني تحدثت مع العاهل الأردني وتحدثت مع أعضاء الكونغرس وأيضا مع فريق الأمن القومي للتواصل مع نظرائهم الإسرائيليين، الجيش مع الجيش والمخابرات مع المخابرات والدبلوماسيين مع الدبلوماسيين، لنضمن بأن إسرائيل تحصل على ما تحتاج. وأيضا وجهت فريقي لأن يبقوا على تواصل مع قيادات المنطقة، ومن ضمنهم مصر، تركيا، قطر، السعودية، الأردن، عمان، دولة الإمارات، وأيضا شركائنا الأوروبيين والسلطة الفلسطينية. طبعا إنه يوم مأساوي مع أناس أبرياء نرى حياتهم قد تكسرت بعائلات تشتتت، هذا يفطر القلوب، ونحن نصلي لهم أنا وزوجتي من الذين تأثروا بهذا العنف.